أهلا بكم في ترند. متابعة لتوزيع التبرعات والمبالغ المستلمة ضمن حملة فينا خير التي أثبتت نجاح موقف الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية bahrain.ph، والتي تعد مشروعاً نوعياً ومتميزاً يقدم للمرة الأولى. عدد من الاشتراطات الصحية حددتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإعادة افتتاح الصالونات ومحلات الحلاقة ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك بعد 60 يوم من الإغلاق. ونشرت وزارة الصحة الاشتراطات الصحية عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، نتابعها في الصور التالية. تباشر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عدة بلاغات تتعلق بحالات اختراق لحسابات موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، منوهة إلى رصد روابط مزورة يقوم بإرسالها المخترق للضحية لوضع كلمة المرور الخاصة به فيها للحصول على فلاتر جديدة، وهي عملية احتيال هدفها اختراق الحسابات. ودعا مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى عدم إعطاء أي شخص كلمة المرور الخاصة بالحساب أو وضعها في مواقع غير رسمية تصله عبر البرنامج، مع أخذ الحيطة والحذر وتفعيل التحقق بخطوتين لحسابات المستخدمين في وسائل التواصل لمزيد من الحماية. اسم الفنان محمد عبده أصبح في أقل من 24 ساعة ترند في تويتر، والسبب كان في تغريدة نشرها ابنه عبد الرحمن قائلا فيها: اللي يسأل عن بابا محمد، هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف. وطلب من جمهور والده إرسال رسائل مفرحة له عندما يتواصل معهم عبر حفله الغنائي الذي أذيع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء عبر منصة شاهد للبث الرقمي، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير مع التغريدة لإسعاد الفنان القدير. ومن خلال مداخلة عبر برنامج معيدين معاكم على MBC FM، مازح الفنان محمد عبده جمهوره قائلا: ما بقى بجامة أو ثوب ما لبسناه في البيت، وأولادي أحسبهم 9 طلعوا 10. نتابع. والله أنا بقول رب ضارة نافعة، يعني أولادنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر وأكثر، وما بقى بجامة ما لبسناها، ما بقى ثوب ما لبسناه حق بيت، وأولادي طلعوا 10 حسبهم 9 طلعوا 10، وكل يوم أعد فيهم. الله يحفظهم لك إن شاء الله. والحمد لله. عموما يعني أنا نحمد الله كثير.
الموضوع بدأ بمزحة ووصل إلى شهرة كبيرة. هذا ما حدث مع الطفل أو الشيف كوبي الصغير الذي يبلغ من العمر عام واحد فقط. فقد بدأت والدته بنشر فيديو له وهو يستمتع بالطبخ وصناعة الحلويات بهدف إضافة الابتسامة على وجه الأصدقاء على حد قولها. لكن الشيف كوبي الصغير بات الآن يحظى بمتابعة واسعة على إنستغرام، حيث وصل عدد متابعيه خلال 3 أشهر فقط إلى 1,600,000 متابع. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند. في أمان الله.